aniga saddex berkore ugu dhacday sax dad aanay been ma sheegay magac ma isticmaali doono magac ma isticmaali doono aniga waxaan uga faa'iideystaa in aan ka helo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو عنا ونكسن داود يال ملو الباجوك تان يوسك كستوم مغال كان دين سوى قارا يو كسو دوا دا ماديس ميديا حال كان دين كده سوى حد لينو وماديس ميديا عاوة هوينة ذيك لك دوبن وحاوة ايه وحا ايه لفر ديو نين قالي ايه وقاد وضا تقانين بذن كغشي كان امر كوريز كسو دوا مقع يو هرت اصبر بالشعب ماديس ميديا انت انا برامج كوغا ذيك لك كهر وكل يعني ويران كان لي قصة أصحابتنا دي وسلام هيا دي أصحابتنا مش كحيرنا وحان لي هاي كحيرنا تلك عيا مش ودي مش سي أدو حيران جرتين يسكسي في عن يو هرقص عدوين أين كرجينينا في يذ الله يجري كومنت كبحية شيرت شيرت سبسكرايب كا حبضها دافين حبضها دافين وحواي حواي قعمين ومتت كفرة ما شاء الله إن وات هاي ما أنت إن عم عاو لس ما أنت هكسو قد جرنا هذا عاو عاو قد جرنا إن خياري إن هل كان وحاربنا إن مر والب وحين سو جدنا وحواي وانترتينمنت أما ده دالو إن مركا هدي هالمرة يران كاركتين ما ده دالك هالمرة نبنا سامبلايو سام سامبلايو ان مركا ان هي ما حنا وصلت تلقى شي ران كرت اا يريس كرت واكنا او ما هيدا انه كدح حشين ويا انفنت مركا ان مركا ورسو دو اي اني انت اللي زوجلين يا أنا وحوي وحياة وبدن دتكي وقصة يعني صح محاكم لكن 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 وحربة لكن وحربة برنامج كده أنا موضوع باص إنه ويل عن قلنا باص قاس بابا وات هاي يرانك ما أنت عاو حفلة قيننا إن الله يرضى أنت أقبل سوشيال ميديا استعمال سوشيال ميديا وادوكت هاي قافي عن والوقفة إذا استع قاب حون والوقف فائديستا أنت ب تنقل مركا برامج كسار ربنا ودلنا يراد حسابها إيه كسمين هيان فائديس إيو كسار ذ أولي هاي إن واحد نوقش ما دام عات هاي نن صوجوا أور نص صوجوا نن تيدي بقولي لك هاي يا ولي صغير بقى ولي ما بكرني ويا نيو ده تكبرها بالشذا كجرا مرتا ويدين عيب بدينيهين وحكستو براها بلوشادة لصوت ديانا دي سيد الله صوت ديانا حالة دو مروال بطاها هاو قادنا دي صح يا مروال با وحاب براها بلوشادة لصوت ديانا وحيب بدينيين وطيالي وبدينيين طيالي وبدينيين نلوش الصحة با أم بدن صح مركا إيه محاكم دي إيه مركا هو غير أنا في سرتيد يا دين عسى وحير أفا فاهنا صح ويا كذا فهم سنين خيالي مركا الله إيه وابا سليهن محاوس سفي عمو أفا فاهنا فضيع إيه دمر إيه دتك أنت بدون فهم أي شيء كذا صدان له صدان سياس له لكن أنت أفهم من الدي وحير لوطة بتيجنا دي منا وفبا إيه سوق قالها يبرها بلشدي وحبوك الله يا أرنبوك الله يا ما أنت لهم وحوس كذي يا قف ونكسن قف وحفي عن صمينا هيا دقو لي رجلنا يا الصيام مركا نلش يزيدوا بارتين أما حال دي سعادة يا ستة صم مركا أروكوا لنتي ما أهان سيدي أكو أرك جرت برابل شيء ما نقول رقم كرا سيدي مركا وحاجة كره هذاي مركل اسمه لحن تو فيس ان قناعي انا جا صدح بركوري ودعه صح ضد عانى بين مشي جاي ما قاعد من استعمال الدون صح ما قاعد ما قاعد من استعمال الدون صح لكن احنا يدين شيء صدح بركوري ضد عانى على كل ما ضد كاسم الدي الله شاكي سي شاكي أنا بلح مرتي ويران مدو هالساع يبرأه أنا سلجوقني إن
muddada salkaasa iyo bartaas isla joognay dadka isku mid maaha sax shanta faradna ilaahay ma siin sida soomaalidu tiraahdo weeyaan marka dadkii markaan loo kulmay waxa way qaar ka mid ah ilaa dadka dhamaantood ma wada ahayn sax qayb ka mid ah sax waxa way sida baraha bulshada aan ku arki jiray ama meelaha aan ku arki jiray ya iyo sida markaas xaaladdu ahayd kala labay ahayd marka xaaladdu waa iska sidaas faafaahinta dheer ajal yiri maanaan galleyne madaxaaga la qashubataas marka dhinaca kale aa usoo laabto su-aashaadii ahayd farqiga u dhaceeya minaa ama dadka baraha bulshada iyo xaaladdu marka waxa waaye baraha bulshada faa'iidooyinka ay leedahay faa'iidooyin way leedahay khasaarana way leedahay faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid a in faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid a in qofkii uu noqonayo qof horumarsan dadkiisii wax u tari kara noloshiisii bedeli kara wuxuu rabana samayn kara qof isku filnaasho gaari kara isagoo dayar ama dhalinyar ah waa u noqon karaya waa haddii uu dhanka wanaagsan uu isticmaalo si wanaagsan haduu u dhaqmo noloshiisana ay wanaagsan tahay waxa khiyaalina meesha uusan la imaanay xaaladiisa dhabta uu meesha mar walba ku joogo iyo dacnimadiis waa tahay yaraanka waxaa ka mid tahay dhallinyarada ee maanta isticmaala baraha bulshada maanta baraha bulshada ma lagaaga sheekeynayo waxyaabaa ka jiro tusaale ahaan markaa fiirisid in oo xitaa markaa fiirisid baraha bulshada adduunyada waxay ugu faa'iidaystaa inta ugu badan qaab wanaagsan ay ugu faa'idaystaa hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday ahaan lahayd waxyaabo kale tiknoloji in lacag laga sameeyo maanta oo kale ugu faa'iidaystaan laakiinse anaga soomaalideen markaa fiirisid ama dhalinta soomaali hadda soo kacayo markaa aragtid waxyaabo oo aan munaasib ahayn ay ugu faa'iidaystaan marka dadkaas camal maxaa leedahay maxaa tale ee ujeedin lahayd adi ahaantaada laba su-aal sidaba socota adi naftirkaada maxaa ugu faa'idaysataa baraha bulshada inta badan waa isticmaashaa lacag waa kaaga baxdaa waqtiga kaaga baxo maxaa ugu faa'idaysataa horta cid kale tayada kama hadli kare tayada haddaan ka hadlo aniga waxaan uga faa'idaystaa in aan ka helo farxad ani inta aan micnaha joogo baraha bulshada ama intaan wax duubayo fiidiyooyadaas aan samaynayo ayaa farxad ii ahaanay marka fiidiyooyadaas inaan sameeyo noloshayda ayaa ku farxad geliya bis wax intaa dhaafsiisan ma jiraan dadka kale daawado ama aan iraahdee sameeya fiidiyooyada ama baraha bulshada ku jira tala ahaan maxaa usoo jeedin lahayd su-aashii ahayd haddii aan dhinaceeda fiiriyana iyaduna dee waxay noqonaysaa taladaydu inay noqdaan dadkaasi dad wanaagsan qaarkood waa yihiin inay hore usii socdaan waana ku hambalyeynaya dadkaas waa u hambalyeynaya dadka wadada wanaagsan oo isticmaala si fiicanna ugu jooga halkaasi dadka dee inta badan la ataagareeya ama dadka qaar ay dhaliilaana dee waxaan leeyahay waxyaabaha laydinku dhaliilaa iska dhaaf waxaan laydinku dhaliilin la imaado warkiigu waa dhan yahay daawadayaal halkan waxaa kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii aan idinkugu talagalnay ama in dadna ay wax ka faa'iidaystaan maxaa ladhaha ii sheeg mar walba anaga waxaan ka shaqeyno waa wax oo maxaa ladhaha ii sheeg social waa wax bulshada dan u eh marka mar walba marna waa idinka qosilsiisaynaynaa waxyaaba faniga soo gelinaynaa marna waxyaabaha bulshada maxaa ladhaha ii sheeg ay muhiim u yihiin ama aan isleenahay xilligaas bulshada saameynay ku dhex leeyihiin sheeko taagan ha ahaato ama waxyaaba hore u jiray xitaa everywhere oo bulshada ku saabsan waxyaaba arrimo bulsha bas aan ka hadalnaa marka barnaamijkeeni maanta ama caawa halkan ayaa kusoo gebagabaynaynaa waxaana marti iigu ahaa yaraanka ugu dambeyn maxaa leedahay
waxaan leenahay janalka kala kiciya subscribe saara like share comment waxaas waxa way midig dhibaayaan war faraha ummadeedka loo furo xaloosha maqli jirteen faraha hadda soo baxday markii dhanka baraha bulshada la soo aado weey mugt yaa faraha oo baan hadda la isticmaalaa mid kale cusubna uu keenin doonaa insha Allah waa tahay guud ahaan barnaamijkii aan kala socoteen Madis Media Tube halkaan ayaa ku soo gabagabeynaynaa waxaana marti igu ahaa ama barnaamijka igu weheelinayay yaraanka barnaamijkan la'eena waxaan idinka ka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.